بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الاول، مع المحور الثاني العالم من حولنا بعنوان الاهتمام بعالمنا، والفصل الخامس الدروس من 41 الى 50. والنهاردة لقائنا مع درس رقم 48 مستطيلات مساحتها مختلفة، بنفس المحيط. تعالوا نشوف ازاي هنشتغل مع درسنا النهاردة مع اولادنا سواء كان في البيت او في المدرسة. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا شغالين من دليل المعلم، ودليل المعلم في درسنا ده من صفحة 210 الى صفحة 211. اهداف الدرس بتاعنا ان في خلال الدرس ده التلاميذ هيعملوا ايه؟ هينشئوا مستطيلات مختلفة لها المحيط نفسه، يعني المحيط نفسه متساوي في المستطيلات اللي احنا هنعملها، وطبعا الاختلاف هيكون في المساحة. هنقارن مساحات المستطيلات اللي لها المحيط نفسه ولكن بأبعاد مختلفة. يعني ده الأهداف بتاعة الدرس بتاعنا النهاردة، وزي ما احنا ملاحظين ان في اختلاف بين درس النهاردة ودرس المرة اللي فاتت السابق. يعني درسنا النهاردة النظرة العامة عليه ان في الدرس ده التلاميذ هينشئوا مستطيلات لها نفس المحيط ولكن بمساحة مختلفة. برضو ده يعتبر الدرس بتاع النهاردة تدريب تطبيق مهم جدا لمعيار التفكير الحاسوبي على مهارة التحليل. الدرس ده بيتطلب مهارات تفكير عليا عند التلاميذ، يعني ان هم يفكروا بدرجات اعلى، تحليل وتركيب والحاجات دي من المهارات العليا في التفكير. يجب على التلاميذ ان هم يستخدموا المهارات الرياضية المختلفة عشان يتعاملوا مع المسائل بتاع الدرس النهاردة. بالنسبة للمفردات او الكلمات الجديدة، كلمة مساحة وكلمة محيط. وبالنسبة لتحضيرك للدرس النهاردة، مش محتاجين اي حاجة غير الكتاب بتاع التلميذ والقلم الرصاص عشان يشتغلوا بيه. برضو بالنسبة للمواد اللي احنا هنستخدمها، هيستخدموا مصادر، يعني هتوزع عليهم مسطرة او كل تلميذ هيكون معاه المسطرة بتاعته والكتاب بتاعهم والقلم الرصاص. تعالوا نشوف، هنبدأ الدرس بتاعنا مع المكون الاول منه اللي هو مكون اربط، وده من 10 الى 15 دقيقة. هنبدأ مع اولادنا زي ما قلت، هنوزع عليهم المساطر او هم هيخرجوا المساطر بتاعتهم، وهنقول لهم افتحوا الكتاب بتاع الرياضيات بتاعكم على صفحة الدرس 48 اربط، واقروا السؤال في اعلى الصفحة، بس اقروا بصمت بدون صوت. في درس الرياضيات الاخير، في الدرس اللي فات، احنا بصينا وشفنا مستطيلات لها المساحة نفسها. فكروا بقى على ان انتوا تعملوا، على ان انتوا هتقوموا بيه في الدرس ده، وتأملوا السؤال، هل المستطيلين اللي بيكون لهم نفس المساحة بيكون لهم نفس المحيط دائما؟ لا طبعا، ما هوش دائما، ممكن يبقى فيه اختلافات. استخدموا المسطرة عشان ترسموا مستطيلين، يعني هنطلب منهم في الكتاب ان هم يرسموا مستطيلين المساحة بتاعت كل واحد منهم هي 6 سنتيمترات مربعة، يعني المساحات متساوية. وبعدين استخدموا الكلمات والاعداد عشان تقارنوا المحيطات بتاعتهم، واول ما تعرفوا وتكونوا مستعدين ارفعوا الابهام لاعلى. برضو بنكرر تاني، هل المستطيلين اللي لهم نفس المساحة يجب ان يكون لهما نفس المحيط؟ طبعا ده ليس دائما. احسنتم من خلال عملكم في الدرس اللي فات والنهاردة، اثبتتم ان المستطيلين المختلفين اللي لهم نفس المساحة ليس بالضرورة ان يكون لهما نفس المحيط، يعني ممكن يبقى له نفس المساحة لكن مختلف في المحيط، وممكن يكون له نفس المساحة ونفس المحيط برضو في نفس الوقت. طيب هنبدأ نفتح كتابنا، والأولاد هيبصوا ويقروا الكلام اللي مكتوب فوق، وبعدين بيقول له هل المستطيلين اللذان لهما نفس المساحة يكون لهما دائما نفس المحيط؟ بيرشده انه يعمل خطوات، بيقول له اكمل الخطوات التالية، امسك مسطرتك
وارسم مستطيلين مختلفين بمساحة 6 سنتيمتر مربع. اذا الخطوة الاولى دي ان الولد هيفكر في ان هو يرسم مستطيلين، والمستطيلين دول يكون مساحتهم واحدة، يعني 6 سنتيمتر مربع لكل مستطيل منهم. طبعا عشان يرسم الولد اول حاجة بيفكر فيها هي عوامل المحيط بتاعتي، اللي المساحة بتاعتي اللي هي 6 سنتيمتر مربع، يعني كام في كام بيدوني 6. ده العوامل، العوامل بتاعتي 2 في 3 بتديني 6، واحد في 6 بتديني 6. اذا ممكن ارسم مستطيلين واحد منهم ابعاده 3 و2، والتاني واحد منهم التاني يعني ابعاده 6 و1. طب هتكتب الاضلاع اطوالها اللي احنا قلناها دي على الرسم بتاعك، وبعدين احسب المحيط بتاع كل مستطيلين وقارن بينهم، واشرح ملاحظاتك بان انت تستخدم الكلمات او الاعداد. هنا الولد هيرسم بالمسطرة بتاعته في الكتاب بتاعه المستطيلين، واحد طوله 3 سنتي وعرضه 2 سنتي، واحد طوله 6 سنتي وعرضه 1 سنتي. اذا كان هيبقى فيه صعوبة على الرسم في الصفحة بتاعت الكتاب بالمسطرة من التلميذ، ممكن تخليه يرسم في ورقة مربعات وتشبكها له في الصفحة او تثبتها في الصفحة بتاعت الدرس بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه. عشان ما نضيعش الوقت في الرسم، لان الوقت طبعا عشان ارسم المستطيلات هياخد وقت، لكن شفنا قبل كده عمليات الرسم والحاجات دي والقياس الكلام ده، فيعني هنوصل بالتلميذ ان هو هيرسم المستطيل بالشكل ده. هو عمل ايه؟ هو حسب المساحة دي اللي هي 6، المعوامل بتاعت الستة كام وكام؟ 2 و3، لما بضرب 2 في 3 بتديني 6، فدي اول مستطيل رسمه. المستطيل التاني زي ما قلنا 1 و6، اذا عبارة عن صف واحد في 6 اعمدة هنا، وده عبارة عن صفين في كل واحد منهم 3 اعمدة، يعني صفين وتلات اعمده. هنبدا بعد ما رسمنا وكتبنا الاطوال هنحسب المحيط بتاع المستطيل الاول، يعني المساحه مثلا بتاعته هنا اللي هو المستطيل الاول بتاعنا ده 2 في 3 بتديني 6 سنتيمتر مربع، هو مش عايز المساحه بس احنا حطيناها. طب المحيط هيجمع 2 زائد 2 زائد 3 زائد 3 هتديله 10 سنتي. هنا هيجمع الواحد زائد الستة، الواحد زائد الواحد زائد الستة زائد الستة، والمساحة 1 في 6 بتديله 6. اذا لاحظنا هنا ان المساحة 1 في 6 بتساوي 6 سنتيمتر مربع، والمحيط عبارة عن 1 زائد 1 زائد 6 زائد 6 بتساوي 14 سنتي. واحنا عملنا قبل كده القانون بتاع المحيط، يعني هو قلنا لسه هم ما طربوش بيه لغاية دلوقتي، لكن ممكن نعمله. لا هو تعرض فعلا، اتعرض له مرة ان عمل الجمع بتاع الطول زائد العرض وبعدين ضربناه في 2. هنبدأ هنا نشوف المحيطات بتاعتنا، هنلاقي المحيط الاول طالع 10 سنتي والمحيط الثاني طالع 14 سنتي. اذا ده معناه ان محيط المستطيل الاول اصغر من محيط المستطيل الثاني. طب ليه هنا؟ لان الاختلاف موجود في الاضلاع، يعني الاضلاع اللي هنا لما احطها، اما احط المستطيل ده على المستطيل ده مش هتطابق، يعني الاضلاع مختلفه، وبالتالي بسبب اختلاف اطوال اضلاعهما الضلعين اللي هنا او البعدين اللي هنا غير البعدين اللي هنا، عشان كده حصل ايه؟ حصل ان في اختلاف في المحيطات. وفي نفس الوقت خدوا بالكم ان المساحات متساويه، ده 6 سنتيمتر مربع وده 6 سنتيمتر مربع. طيب هنبدأ مع أولادنا في تعلم، وهنبدأ نقول لهم إن إحنا النهاردة هنجرب تحدي جديد، تقدروا تنشئوا مستطيلين على الأقل 2 كفاية، على الأقل يكون لهم نفس المحيط بعينه، يكون لهم نفس المحيط لكن بمساحة مختلفة، وده سبق إن هم عملوه دلوقتي. لا ما إحنا عملنا العكس، يعني إحنا بنقول عايزكم تنشئوا مستطيلين يكون لهم نفس المحيط لكن بمساحة مختلفة. فكروا للحظة في اللي بيطلبوا السؤال ده، تخيلوا مثلا ان انا عايز انشئ مستطيلين مختلفين محيط كل واحد منهم 20 وحدة، يا ترى هعمل ايه؟
وبعدين ايه الشرط اللي يجب ان هو يتحقق عشان يكون المستطيلين دول مختلفين بنفس المساحة، مختلفين وبنفس المحيط، يعني مستطيلين غير بعض ومحيطهم واحد. طيب فكروا كويس ماليا، ركزوا يعني، ولما تكون عندكم إجابة شاركوا أفكاركم مع زميلكم المجاور. لما تكونوا على استعداد أنتوا زملائكم المتجاورين عشان تشاركوا أفكاركم ارفعوا إيديكم. هنبدأ نقول تاني، إذا التلميذ ما ذكرش بقى هنا العلاقة بين أطوال الأضلاع والمحيط، اتأكد أنت من شرحها عشان يكون للمستطيلين نفس المحيط. يجب إيه؟ يجب أن يتطابق حاصل جمع أطوال أضلاع في كل واحد منهم، يعني محيط الأول يساوي محيط الثاني، يبقى ده معناه أن التطابق في حاصل الجمع، مش التطابق في المستطيلات نفسها، التطابق في حاصل الجمع بتاعهم. يعني لازم يكون مجموع الأضلاع اللي هنا بيساوي مجموع الأضلاع اللي هنا، ودي حتة مهمة جدا اللي هي بتقول عشان يكون لمستطيلين نفس المحيط يجب أن يتطابق حاصل جمع أطوال الأضلاع في كل منهما على التاني. طب هنتنقل لصفحة 48 للتطبيق اللي هي في كتاب التلميذ. اقروا الإرشادات في صمت واعملوا بمفردكم. كل تلميذ يعمل لوحده عشان يجاوب على النشاط ده. إذا انتهيتوا من الحل السريع تقدروا تحلوا مسألة التحدي، ومسألة التحدي هنا بتقول إن بيتمثل في معرفة الأشكال المضلعة الأخرى غير المستطيلات اللي يمكن إنشائها ويكون لها نفس المحيط. يعني فكر ووريني أشكال تانية يكون لها نفس المحيط غير المستطيل. ده بالنسبة لسؤال التحدي. تعالوا نشوف الصفحتين، صفحة التطبيق وصفحة التحدي. في صفحة التطبيق بتاعتنا اللي هي صفحة 145 بيقول له كمل الخطوات، استخدم المسطرة عشان ترسم مستطيلين مختلفين بمحيط 20 سنتي. وزي ما قلت هتحاول ان انت تشوف الاولاد وهم بيستخدموا المسطرة وبيرسموا، اذا كان في صعوبة يبقى نعمل لهم يعني صفحة رسم بياني اللي هي فيها المربعات او الشبكة التربيعية. يعني هنا الولد عايز يعمل مستطيلين مختلفين والمحيط بتاع كل واحد منهم 20. بنعمل ايه في الحالة دي؟ بنفكر في ان احنا نجيب الاضلاع مختلفة وفي نفس الوقت المجموع يطلع لي 20. طب صعب على الولد يعمل ايه؟ يقسم المحيط نصين. يعني انا عندي المحيط بحاله الاربع اضلاع 20، طب انا لو قسمته نصين هيبقى 10 سنتي. العشرة سنتي دي بتمثل ايه؟ بتمثل الطول والعرض، الطول والعرض. طب ايه اللي بيجيب لي العوامل او المكونات بتاعت العشرة اللي بتجيب العشرة سنتي؟ عندي 1 و9، 2 و8، 2 و8، 3 و7، عندي 4 و6، عندي 5 و5. اذا دي كلها مستطيلات ممكن الولد يرسمها ويكتب عليها الاطوال بتاعت الاضلاع بتاعتها، وبعدين يحسب مساحة كل مستطيل ويقارن بين المساحتين ويكتب الملاحظات بتاعته. هيبدأ الولد يرسم ويفكر، يعني زي ما قلنا انا عندي المحيط 20 هقسمه نصين. ليه هقسمه نصين؟ لان المحيط بيبدأ من النقطة دي بلف بيه كده هو كل ده زي ما عملنا بالخيط لغاية ما ارجع هنا. طب انا لو خدت من هنا لغاية هنا بس، يعني مشيت الضلع ده والضلع ده، يبقى انا مشيت نص المسافة، يعني جبت نص المحيط، وبالتالي الاتنين دول مجموعهم 10. ممكن تبقى دي 8 ودي 2، ممكن دي تبقى 7 ودي 3، ممكن دي تبقى 6 ودي 4، ممكن تبقى دي 5 ودي 5. ده المستطيل الاول. برضو يفكر في المستطيل الثاني، استخدمناه مثلا 7 و3، ممكن يعملهم 6 و4، ممكن يعملهم 5 و5، ممكن يعملهم 1 و9. اذا دول المستطيلين. هنبدأ هو بيقول لي اكتب او احسب المحيط بتاع المساحة بتاعت كل واحد منهم. طبعا المساحة اللي هي ضرب الطول في العرض او ضرب الصفوف في الاعمدة.
يعني 8 في 2 و7 في 3. اذا هيكون عندي مساحة المستطيل الاول 8 في 2 او 2 في 8 تديني 16 سنتيمتر مربع. لاحظ هنا ان هو جاب السنتيمترات، وبالتالي يبقى لازم اكتب سنتيمتر مربع. برضو هنا نفس الكلام، هضرب الثلاثة في سبعة تديني 21 سنتيمتر مربع. ايه اللي لاحظوه الاولاد؟ لاحظوا ان المساحة هنا مختلفة عن هنا. ايه عرفوا انها مختلفة؟ عرفوا انها مختلفة ان المساحة دي اصغر من المساحة دي، وبالتالي مساحة المستطيل الاول اصغر من مساحة المستطيل التاني. ليه؟ لان الاضلاع زي ما قلنا او الابعاد، ممكن يقول الابعاد مختلفة. هنا الابعاد 2 و8 وهنا 3 و7، وبالتالي اللي حصل ان في اختلاف، عشان كده اداني مساحات مختلفة. لكن خد بالك ان بالرغم من الاختلاف لكن المحيطين متساويين، هنا 20 وهنا 20. طبعا المسألة دي هيجيب عليها يعني هنا سؤال هنشوفه دلوقتي ونعرف ايه الموضوع ده. ده هيجيبه في تأمل. هيجيبه في تأمل. طب تعال نشوف الصفحة اللي هي بتاعة التحدي، بتقول له تقدر ترسم نوع مختلف من المطلعات وبرضه بمحيط 20 سنتي. طب المطلعات اللي درسها الولد ايه؟ المطلعات اللي درسها الولد ممكن خد المربع مثلا، والمربع اضلاع متساويه، وبالتالي ما دام محيطه 20 وهو 4 اضلاع يبقى كل ضلع منهم هيكون 5. الولد يعرفها ازاي؟ هيعرفها بان هو هيقسم ال 20 على الـ4 يبقى هيطلع كل ضلع ب5. طب والمعين؟ برضه نفس الكلام، اضلاعه متساويه، وبالتالي هيكون كل واحد منهم برضه عباره عن 5 سنتي. طب كلام جميل. درس ايه تاني؟ درس مثلا شكل خماسي. اذا كان الشكل الخماسي منتظم يبقى هيقسم العشرين على 5، يبقى كل ضلع من اضلاع الشكل الخماسي الـ5 اضلاع. اذا كان منتظم يعني اضلاعه متساوية، يبقى في الحالة دي كل ضلع منهم هيكون 4 سنتي. طب خدنا مثلا شكل سداسي. هنا الشكل السداسي هيبقى صعب شوية على الولد، عشان يقسم العشرين على 6 هتبقى صعب عليه عشان هيطلع فيها كسور، فما فيش داعي نتعرض للشكل اللي هو هيكون سداسي. وبرضو السوماني هيبقى نفس الكلام. اذا الولد ممكن يرسم مربع بطول ضلع 5 سنتي زي ما احنا شايفين هنا. طبعا حتة الزاوية والتسعين والقياس يعني حاول تتغاضى عنها شوية، لكن يعني انت قول لهم ان انتوا يعني دققوا كده في النظر وشوفوا هل فعلا المربع ده فعلا زواياه كلها او الرؤوس بتاعته كلها متساوية ولا لا، وبعدين عشان يطمئن الولد ان هو رسمه صح، وبعد كده يرسم مثلا معين بالشكل ده. هي يعني الصعوبة هنا، عشان كده هي بيقول في مهارات التفكير العليا اللي هي عمليات الحساب بتاعت من المحيط ازاي ارسم المستطيلين المختلفين. طبعا دي فيها تفكير عالي شوية، اللي انا قلت عليه انه هو عشان يحسب نص المحيط وبعدين يشوف المكونات بتاعته، فيها شيء من الصعوبة. ده بالاضافة للصعوبة التانية اللي هي في رسم المستطيل ورسم المربع ورسم المعين، يعني عايزة شيء من الدقة شوية عشان الولد يرسم، لان هو ما بيستخدمش منقلة وما عندوش قياس لزوايا، وبالتالي هيبقى الرسم مجرد رسم تقديري من التلميذ مش اكتر من كده. طب هيرسم برضو ممكن يعمل هو هنا عمل المربع اضلاعه متساوية وبالتالي كلهم 20 عشان ده المحيط ب20 هيبقى كل ضلع ب5. هنا برضو نفس الكلام، الاضلاع متساوية وهيبقى كل ضلع ب5. طب لو فكر الولد ان هو يعمل متوازي اضلاع، احنا فهمناه قبل كده ان متوازي الاضلاع فيه ضلعين كبار متساويين وفي ضلعين صغيرين متساويين، وبالتالي هيعمل نفس اللي عمله مع المستطيل. يعني هيقسم المحيط نصين هتجيب له 10، هياخد بالشكل ده هيجيبها عبارة عن ايه لـ10، ممكن ياخد 6 و4، ممكن ياخد 7 و3، ممكن ياخد 8 و2، على حسب ما يشوف الولد. وهيبقى في الحالة دي عبارة عن متوازي اضلاع. اذا وممكن يرسم برضه هنا تاني مستطيلات، بس هو قال له اضلاع مختلفة، مضلعات مختلفة،
ليس عليك ايجاد المساحه، ما تجيبش المساحه، لان المساحه طبعا لسه فيها شيء من الصعوبه، وبالذات في متوازي اضلاع قاعده وارتفاع والكلام ده ما تعرضلوش الولد. احنا يعني نكتفي بان هو يرسم مثلا زي ما احنا شايفين كده الثلاث اشكال اللي قدامنا دول، لان اصلا الرسم بتاعهم صعب وهياخد وقت، وبالتالي يعني يكفي هو بيقول له اكبر عدد ممكن، لكن يعني مش معقوله اكبر عدد ممكن في حاله اذا كان الولد بيتقن الرسم، يبقى معلش ممكن نديله على حسب مستوى فصلك في عمليات الرسم. ده السؤال بتاع التحدي، هل يمكنك رسم نوع مختلف من المضلعات بمحيط 20 سنتي؟ استخدم المسطرة عشان تكتب اكبر عدد او ترسم اكبر عدد من الاشكال او المضلعات بتاعته. طيب برضو هنبدأ نفتح مع الأولاد بعد أنت ما تمر عليهم وتشوف التلاميذ أثناء حل المسائل، وتتوقف وتسأل التلاميذ عن الاستراتيجيات اللي هم بيستخدموها، بيفكروا إزاي. دون أنت ملاحظاتك عن التلاميذ اللي بيواجهوا صعوبة في النشاط ده زي ما قلنا من شوية، عشان خاطر تتلاشى الصعوبات دي، بأن مثلا الولد مش عارف يرسم بتديله ورقة رسم بياني يرسم فيها ويحطها في نفس الصفحة في الكتاب، او يعني على حسب ما تشوف انت من مستوى ومن ملاحظات في الصعوبة فين حتة. هنقول لهم قمتوا بعمل رائع بان انتوا فكرتوا في كيفية رسم الاشكال المضلعة اللي لها نفس المحيط لكن بتختلف في المساحة. طب يرجى ان انتوا تخلوا بقى الكتاب بتاعكم قدامكم عشان جزئية تأمل. هنيجي في جزئية تأمل هنتعرض لهم ونقول لهم ان بالنسبة لجزء تأمل هنا، فكروا في الاستراتيجية اللي انتوا استخدمتوها النهاردة وساعدتكم في رسم الاشكال المضلعة اللي لها نفس المحيط، اللي هي اللي انا شرحتها بتاعت نص المحيط دي ويحسب المكونات بتاعت العدد. اشرحوا استراتيجياتكم في الكتاب صفحة الدرس 48 كراسة الرياضيات، تقدروا تستخدموا الكلمات والصور والاعداد. اجمع الكتب بتاعت التلاميذ بعد ما يكتبوا افكارهم او يرسموها، اجمع الكتب بتاعتهم عشان تقدر يعني يمكن ان تكون المسألة دي زي ما قلنا من شوية صعب ادراك المفهوم بتاعها، سواء من حيث حلها او شرحها بالكلمات، يعني عشان يرسم مستطيلات مختلفة وابعادها 20 كلها ابتدى محيطاتها 20 كلها، صعب جدا في الرسم وصعب في التوضيح بالكلمات. عشان كده تحقق لمعرفة اذا كان التلاميذ اللي كتبوه واضح ومتسق ومظبوط ولا لا، ايه ما وما اذا كانوا بيكتبوا استراتيجيات دقيقة وفعالة ولا ما بيقدروش يكتبوها. طبعا انا اديت المثال اللي هو بيقسم المحيط نصين وياخد مكونات نصف المحيط اللي هو استخدمه. هو هنا بيقول له بقى في الارشادات صفحة كراس الرياضيات 146 بيقول له تأمل اللي انت تعلمته عن المساحة وعن المحيط للاشكال، واشرح الاستراتيجية اللي انت استخدمتها عشان تحل مسألة التطبيق اللي هي مرت بينا من شوية، اللي هي بتاعت المستطيلات ال20. تقدر تستخدم الصور او الاعداد او الكلمات. جايب له مربع عشان يكتب فيه، الولد هيقول ايه؟ خدوا بالكم معايا، لما اجي ارسم مستطيل معلوم محيطه مثلا 20 سنتي عشان يبقى عندنا مثال سهل الشرح عليه، يعني لابد ان انا الاول اوجد طول البعدين بتوع المستطيل. عشان اوجد طول البعدين بتوع المستطيل عشان اعرف طوله كام وعرضه كام، بجيب الاول نص المحيط اللي هو ال20، هيبقى نصه 10، وبعدين ارسم الابعاد على حسب المكونات بتاعت العدد 10. نفترض ان هو كان بيقول مثلا 30 سنتي، يبقى في الحالة دي نصها 15، الولد هيلاقي قدامه الواحد وال15 والتلاتة والخمسة وهكذا. طب اذا هنا لما كان المحيط 20 قسمته نصين، خدت الطول والعرض قسمه نصين، يعني معناها ان انا بجيب طول بس وعرض بس، لكن المحيط كله عبارة عن الطولين والعرضين، ودي شرحناها بالتفصيل قبل كده في دروس فاتت. اذا الابعاد اللي ممكن يرسم بيها مستطيل ويكون 20 سنتي ممكن يعمل 1 و9، 9 طول و1 عرض، او 8 طول و2 عرض، او 7 طول و3 عرض، او 6 طول و4 عرض،
او 5 طول و5 عرض هيبقى مربع، وفي نفس الوقت زي ما قلنا المربع ممكن ان احنا نقول عليه مستطيل، لكن المستطيل ما نقولش عليه مربع، وهو اتعرض في وسط مستطيلات قبل كده وجاب لي مربعات. اذا ده المفهوم ودي الفكرة اللي اتبنى عليها ان هم يعملوا المستطيلات بالشكل اللي احنا بنقول عليه، بحيث تكون المحيطات بتاعتها متساوية. وبكده هيكون، او طبعا انت هتراجع الكلام ده في كراسة التلميذ وتشوف هل هو قدر يستوعب وقدر يعبر صح ولا لا عن الاستراتيجيات اللي استخدمها. درس النهاردة الشعار بتاع القناة هنا موجود، المسه، هتظهر كلمة اشترك، اضغط عليها، هيزيد العدد 1 يبقى انت اشتركت، لكن اشتراكك غير فعلي، لازم تضغط على الجرس وعلى كلمة الكل عشان يجيلك اشعار باي فيديو ينزل على قناة محمد عبدو اللي حروفها بالشكل ده قدامك موجودة تحت الفيديو. لو ضغطت عليها هتلاقي نفسك دخلت على القناة على طول، تختار قوائم التشغيل، في قوائم التشغيل تختار الصف والمادة اللي انت عايزها. بالاضافة لان انا احط لك هنا رابط الدرس اللي فات، وكل فيديو تحته رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي، وهحط لك هنا قائمة الرياضيات كلها، واذا كنت بتدي اكتشف هحط لك هنا قائمة اكتشف، تضغط على اي واحدة منهم تتفتح الدروس معاك بالترتيب، بالاضافة للهاشتاجين اللي موجودين تحت الفيديو مباشرة، واحد للرياضيات وواحد للاكتشف، تضغط على اي واحد هتدخل على الدروس بالترتيب. بالاضافة لان جنب عنوان الفيديو هحط لك رابط لقناتي، اسم قناتي براعة ممتعة، لو ضغطت عليها هتدخل على القناة، واسم قناتي اللي هي بتمر في الشريط معلم الرياضيات برضو هتلاقيها جنب عنوان الفيديو، لو ضغطت على كل واحدة منهم هتدخل على القناتين بتوعه، ويسعدني انك تشترك فيهم عشان يبقى انت كده ضمنت ان اي فيديو ينزل على قنوات الثلاثة يجيلك اشعار بيه، وتكون متابع للفيديوهات اللي بتنزل على قنواتي الثلاثة. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقاءنا النهاردة، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.